واحد بيقول انا اعرف يا سيدنا ان الله خلق الانسان بحرية الارادة بان يختار لنفسه ما يرغب فيه. واسمع ساعات مقولة تقول لا تسقط شعر من رأس الانسان الا بسماح من الله. فكيف بالحري الاحداث التي تحدث للانسان؟ كيف اعرف ان الاحداث التي تمر بي او الوضع اللي انا فيه سواء متزوج او غير متزوج او راهب بسماح من الله ام انا لي دخل فيها؟ كلمة الله خلق الانسان بحرية ارادة يعني في افعاله الخاصة اللي بيفعلها. يعني انت حر تعمل الخير او تعمل الشر، حر تتصرف باي طريقة انت عايزها، لكن الاحداث العامة اللي بتحدث دي حاجة لا تدخل في حرية الانسان، لا تدخل في مشيئة الله. وان كان في بعض احداث ربنا بيعملها او بيشاء انها تحصل لتوجيه الانسان لناحية معينة او لمعاقبة الانسان لحاجة، زي مثلا الطوفان، زي الضربات اللي اصابت مصر ايام فرعون وموسى الى اخره.